في صفوف الجيش الاسد. نعم. ايضا بالنسبه لريف دير الزور، بالنسبه لريف دير الزور قام النظام يقوم النظام بقصف بلده البوعمر ومدينه المحسن بالمدفعيه الثقيله، محاولا ابعاد نائب الجيش الحر البطله هناك التي تحاصر المقام بيومين لاقتحامه ان شاء الله في الايام المقبله. يحاول ان ينتقم من المدينه كالعاده، يقوم الجيش الحر يقوم بضرب عصابات الاسد بينما تقوم الجيش النظامي الجبان بقصف المدنيين العزل بكل ما اوتي من الات القتل الجبانه. هذا حال مدينه دير الزور ومحافظه دير الزور. نعم. اليوم. شكرا جزيلا عبد الله الظفيري عضو شبكه شام، كنت متحدثا الينا من دير الزور. فلاديمير بوتين من تركيا.